هذه هي النقاط الثلاثة الأساسية التي جعلت من الشريعة الخاتمية خاتمة الشرائع. أولا، أنه وجود القدرة في الإنسان على حفظ الكتاب السماوي، وثانيا وجود القدرة والاستطاعة على تلقي نظام عقائدي وعملي كامل، وثالثا فتح باب الاجتهاد في الأمة. ومن هنا باعتبار أن هذه الشريعة هي الشريعة الخاتمة، فلهذا نجد أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الحكمة الإلهية البالغة، وأن العناية الربانية وجدت بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكنه أن يبين تفاصيل هذه الشريعة، يعني ما يحتاج إليه الناس إلى يوم القيامة، فوجدت عندنا نظرية الإمامة لتكميل الشريعة. حتى هذه لتكميل الشريعة قد تكون بعض الأحيان ثقيلة على الأذهان لبيان تفاصيل الشريعة. حتى مشرعين أو غير مشرعين، ذاك بحث آخر الآن لا علاقة لي به، وإن كنت معتقد أنهم مشرعون ولي أدلة على ذلك، حتى الآن لا أدخل في ذاك البحث. المهم أن الشريعة ببيان الرسول الأعظم كانت كافية للاستجابة لكل متطلبات الإنسان أو غير كافية. يعني لو أردنا أن نكتفي ببيانات الرسول الأعظم في هذه الفترة القصيرة المكية والمدنية، هذه التفاصيل التي بينت في كلمات الرسول الأعظم كافية للاستجابة لكل متطلبات الحياة إلى قيام الساعة أو غير كافية؟ إذا كانت كافية كان وجود الأئمة لغوا بحسب النظرية الإمامية. ومن هنا نجد بأنه نحتاج كنا إلى النظرية الإمامية. ما هي النظرية الإمام؟ أن هناك كثير من التفاصيل إما لم تبين، وإما لم تكن هناك قابليات لتقبل تلك الأمور، فأعطيت للأئمة، والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بينوها على مرور الزمان كما هو المتعارف.